نكمل موضوع الحيوانات، والمرة دي هيبقى حيوانات وطيور، لأنه مربوطين ببعض في اليوم الأول من سفر التكوين، ومربوطين ببعض في الذبائح في اللويين والوصايا. ربنا لما كلم موسى فالسؤال الأولاني أو أهم سؤال مفروض يكون أول سؤال يفكر فيه أي إنسان، هل آدم لما ربنا خلقه كان فاهم الهدف وعارف الهدف بالتحديد وعارف الخطوات اللي توصله للهدف؟ هل سأل عنه؟ في كذا حلقة مفقودة، وعند الناس اللي مشوا الطريق، يعني ليه مش كل الناس وصلوا للكمال؟ لأن في حلقات مفقودة حتى عند القديسين، وربنا سمح تتساب لنا ويتكتب لنا تاريخ كبير من القديسين أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وكل واحد بيتعلم من اللي قبله. ففي حلقات مفقودة، ليه ما تعلموش كل التعليم من البداية؟ ليه ما عرفوش كل حاجة زي أخنوخ من غير ما يشوفوا حد تاني، من غير ما يشوفوا قدوة؟ أخنوخ ما شافش قدوة، فازاي وصل من غير قدوة، من غير إنجيل، من غير كتاب، من غير كنيسة؟ وناس تانية بكنيسة وبقدوة مرئية وسير قديسين ما وصلوش. إيه الحلقات المفقودة؟ أكيد أول حلقة مفقودة عدم الفهم الكامل للصورة النهائية. طب ليه؟ ليه الصورة النهائية ما وضحتش عند الناس؟ احنا بنجيب دايما أمثلة واضحة في تاريخ الكنيسة، خصوصا الكنيسة القبطية، عشان نفهم من خلالها. ليه احتاج أبا مقار يجي ماكسيموس وديماديوس ويبعتهم ربنا؟ ليه احتاجوا برية شهيد تيجي أناسيمون وإيلاريا ودير الراهبات تيجي وتعمل هبيلة وعشان يتعلموا؟ ليه يكون في تعليم ناقص عند الآباء فيحتاج يبعت لهم حد واحد واثنين وثلاثة، واحد زي أخنوخ وصل من غير تعليم، من غير إنجيل، من غير القدوة الأصلية، المثال النموذجي اللي هو سيد المسيح؟ ليه؟ أكيد أول حلقة مفقودة عدم الفهم الكامل للصورة النهائية. طب ليه؟ ليه الصورة النهائية ما وضحتش عند الناس؟ احنا بنجيب دايما أمثلة واضحة في تاريخ الكنيسة، خصوصا الكنيسة القبطية، عشان نفهم من خلالها. ليه احتاج أبا مقار يجي ماكسيموس وديماديوس ويبعتهم ربنا؟ ليه احتاجوا برية شهيد تيجي أناسيمون وإيلاريا ودير الراهبات تيجي وتعمل هبيلة وعشان يتعلموا؟ ليه يكون في تعليم ناقص عند الآباء فيحتاج يبعت لهم حد واحد واثنين وثلاثة، واحد زي أخنوخ وصل من غير تعليم، من غير إنجيل، من غير القدوة الأصلية، المثال النموذجي اللي هو سيد المسيح؟ ليه؟ أكيد أول حلقة مفقودة عدم الفهم الكامل للصورة النهائية. طب ليه الصورة النهائية ما وضحتش عند الناس؟ احنا بنجيب دايما أمثلة واضحة في تاريخ الكنيسة، خصوصا الكنيسة القبطية، عشان نفهم من خلالها. ليه احتاج أبا مقار يجي ماكسيموس وديماديوس ويبعتهم ربنا؟ ليه احتاجوا برية شهيد تيجي أناسيمون وإيلاريا ودير الراهبات تيجي وتعمل هبيلة وعشان يتعلموا؟ ليه يكون في تعليم ناقص عند الآباء فيحتاج يبعت لهم حد واحد واثنين وثلاثة، واحد زي أخنوخ وصل من غير تعليم، من غير إنجيل، من غير القدوة الأصلية، المثال النموذجي اللي هو سيد المسيح؟ ايه اللي كان في اخنوخ موجودش في الانبا مقار عشان يحتاج الانبا مقار حد تاني يتعلم منه، والانبا انطونيوس يبعته للانبا بولا عشان يتعلم منه؟ ايه اللي كان في اخنوخ خلاه مش محتاج حتى انجيل ويوصل للكمال؟ ايه اللي كان في اخنوخ موجودش في الانبا مقار عشان يحتاج الانبا مقار حد تاني يتعلم منه، والانبا انطونيوس يبعته للانبا بولا عشان يتعلم منه؟ ايه اللي كان في اخنوخ
خلاه مش محتاج حتى إنجيل ويوصل للكمال. إيه اللي كان في أخ نوخ موجودش في الأنبا مقار عشان يحتاج الأنبا مقار حد تاني تعلم منه، والأنبا أنطونيوس يبعته الأنبا بول عشان يتعلم منه؟ إيه اللي كان في أخ نوخ خلاه مش محتاج حتى إنجيل ويوصل للكمال؟ والدليل ان هو بطبيعة تانية يقدر بجسده يوصل لطبيعة تانية يطلع السماء. ايه اللي كان فيه اخ نوخ؟ اكيد اهم نقطة الفهم الكامل. الفهم الكامل اللي كان عنده اخ نوخ للجهاد القانوني كله. طب ليه كان عنده الفهم الكامل؟ ايه المطلوب بالتحديد علشان انسان يوصل للهدف تلك الصوره عينها اللي هي يبقى مسيح تاني؟ بغض النظر الناس عرفت او ما عرفتش الهدف، ابقى مسيح تاني. بغض النظر عن رعاه نادوا كده او ما نادوش، لان في رعاه بينادوا انه يتبعوا التعليم، خصوصا في الاديره اهم حاجه الطاعه، اهم حاجه الطاعه، اهم حاجه الطاعه، الطاعة أفضل من الذبيحة، أهم حاجة الطاعة. الطاعة مين؟ نبقى خراف لمين؟ نبقى أعضاء لمين؟ وهل ده على طول كل الطريق ولا دي مرحلة؟ الطاعة الأب اعتراف دي مرحلة ولا على طول؟ هبقى عضو في أب اعترافي؟ مش مفهومة الصورة. فإن كان القديسين زي الأنبا مقار العظيم احتاج ربنا يبعت له حد ليكمل معلومات ناقصة أو معرفة ناقصة، فكم وكم احنا محتاجين نعرف حاجات كتير عن الجهاد القانوني والصورة النهائية والخطوات، لنتتبع خطوات وازاي أبقى مسيح تاني، ازاي أخرجه الروح للبرية. هل دي ليا ولا للمسيح بس؟ ويا ما سألت السؤال ده لرؤساء أديورا وروح لدر الأنبا صامويل والأنبا مقاره، هل دي ليا أخرجه الروح للبرية؟ في اللي قال لي ده مستوى عالي قوي، قلت له طب ما ماكسيموس وديماديوس كانوا أصغر مني يعني، وإيلاريا أصغر مني، ما هي فعلا أخرجها الروح للبرية، فعلا تركت، فعلا باعت. قال لي أصل البابا قال دي مقدسة مبكرة. قلت لهم أيوة، نعمل إيه يعني؟ إيه المفروض؟ إيه هي الصورة؟ إيه هي الصورة المفروض أبقى فيها؟ إيه هي الصورة؟ ودول عرفوها ازاي؟ اخ نوخ عرفها ازاي؟ ايه هي الصوره واخ نوخ عرفها ازاي وليه انا ما عرفتهاش؟ محدش جاوبني. طب ايه الجهاد والعمل؟ ودي اكتر حاجه حلقات مفقوده. ايه الجهاد بالتحديد والعمل بالتحديد لضمان الوصول للهدف؟ ايه الهدف ايه العمل المحدد عشان اوصل للهدف؟ وايه الهدف بالتحديد؟ فنرجع تاني، هل آدم يوم ما خلقه ربنا كان في الروح ولا ما كانش في الروح؟ أكيد هو كان مديله مطلق الحرية، يبقى أو ما يبقاش، يطلب حتى يفهم أو ما يفهمش. يعني مطلق الحرية في القضية كلها، في الموضوع كله كان معطى مطلق حرية، لأن الله روح، كان المفروض آدم يفهم أن الله روح، والهدف اللي خلقه عشانه يبقى شريك فيه أو زي عضو فيه، فإذا لازم يبقى في الروح، إذا لازم يبقى بطبيعة تانية خالص غير اللي هو فيها، على الأقل يبدأ كحيوان وبعد كده كطبيعة حيوانية. يعني دي مش شتيمة يبقى حيوان، لا، ده احنا بقينا علشان الحيوانات نزلت وبقت بحالة رديئة، لكن هي ده هدف أبقى كبهيم عنده. وبعد كده النقطة اللي بعديها أبقى زي الطيور، والكتاب في سفر التكوين إصحاح 31 ما قالش طيور الشجر أو طيور الجبال، هنشوف بعد شوية لما نمسك في الطيور، قال طيور السماء. فهل آدم لما اتخلق سأل ليه البهايم يا رب خلقتها؟ طب ليه الطيور؟ وليه الطيور من غير ايدين وصوابع ورجلين وصوابع وبتمشي؟ وليه البيض فيه طيور ما بتقربش لبعض وبيفقس وما فيش علاقات جسدية؟ هل آدم اهتم بكل ده؟
آدم ما سألش، لأن لو سأل بصدق ده ربنا ما بيصدق. ده اللي أصلا عنده استعداد زي السامرية بيروح له، اللي عنده استعداد بيروح له، اللي عنده استعداد بيظهر له. فدي مش محتاجة إجابة، لا آدم ما كانش عايز يعرف. اللي عنده استعداد زي شاول الطرسوس اللي بيقتل الناس كان ظهر له السيد المسيح، كان عنده استعداد. والسامرية اللي متجوزة ست رجالة، ومش هي دي المشكلة، الضعف عمره ما كان المشكلة، بس كان عندها استعداد. فلو آدم كان عنده استعداد حتى زي السامرية، كان ربنا افتقده وعمل فيه وفتح ذهنه. فالهدف اللي آدم ما فهمهوش وما سألش عنه أنه يبقى عضو فيه، والله غير محدود، والله روح. والوسيلة كان هيفهمه ربنا لو سأل أن الوسيلة أبقى أو يبقى في الروح. طب إزاي يبقى في الروح؟ وتعني إيه؟ ماذا تعني كلمة أبعدها؟ يعني إيه أبقى في الروح؟ طبعا آدم يوم أن خلق كان صفر، ما كانش في الروح. كان في الروح يعني يمتلئ بالروح، يعتمد على الروح، يعيش بالروح، مش بالجسد وبذاته وبعقله برغبته وقراراته، لا بالروح. يعني يبقى زي البهيمة، يبقى الله هو راسه ويتخذ قراراته عن طريق الله واتجاهاته، ويكون الله حياته. ده معناها يعيش بالروح. فكان المفروض آدم يسأل إيه اللي علي أعمله عشان أبقى في الروح. المفروض يسأل الله ماذا يجب علي أن أفعله يا رب لأصير في الروح. كان هيفهمه طبعا أن أنا أعطيتك عقل عشان تنكره وتوضع نفسك، والوصايا اللي قالها لنا في العهد الجديد هي هي، والطريق هو الطريق، والهدف هو الهدف، والوسيلة هي الوسيلة. لكن احنا الوقت بقينا في الجسد. يعني بقينا في الجسد، بقينا صرنا عبيد للجسد، حسب الجسد ما جعان عطشان، وحسب رئيس العالم. ففي كارثتين، في ناموس اخر في اعضائنا، بقينا مش عارفين بنعمل ايه. قديس بولس قال كده، كلمه الله بتقول كده في روميا 7، لست اعرف ما انا افعله. يعني بقينا في حاله مش عارفين بنعمل ايه، بقينا في حالة مش عارفين نعمل ايه. طب والحل؟ في رعاة قالوا الحل اللي انا اقوله لكم، تنسى كل حاجة وتلغي كل حاجة في دماغك، وبس هو ده اللي يبقى في دماغك. وابويا قال لكن طب هوصل لفين؟ بهدوء وبكل حب وتواضع هنوصل لفين؟ هنوصل نبقى عضو في الشخص نفس الشخصية نفسها. ألغي كل حاجة وفي دماغي، واللي يقولوا راعي مثلا، بطرك مثلا، أو أسقف أو أي حد، وعد ردد ألهك فيه أبويا قال أو الأسقف قال. طيب ماشي، هنوصل لفين؟ بهدوء كده هنوصل نبقى أعضاء في الشخص ده. طب هل كلمة الله قالت لنا كده؟ ولا دي طبيعة إيه بالظبط؟ إن واحد عايز إن هو اللي يقوله وإن الناس تعمله وتردده، تقول أبويا قال. يعني دي طبيعة إيه؟ يعني هل دي طبيعة الله؟ هل دي وصية الله؟ هل دي خط السير؟ هل ده الإنجيل؟ ده التعليم؟ ده اللي عاشه المسيح؟ فلو آدم سأل، أو لو أنا سألت، أو أي إنسان سأل زي أخنوخ، ربنا كان هيعلمه الهدف، وإيه الجهاد اللي مفروض يتممه عشان يوصل للهدف، والخطوات. يعني إيه يبتدي يسلك بالروح؟ يعني إيه؟ يعني إيه هيفهمه أن اهتمام الروح حياة واهتمام الجسد موت؟ ليه؟ لأنه دي الصورة اللي خلقه من أجلها. يبقى في الروح علشان زي أي عضو في الجسم. ده السؤال اللي كان مفروض أي إنسان يسأله ينشغل بيه، سواء أرثوذكسي ولا إنجيلي ولا أيا كان. كان المفروض ده السؤال اللي مفروض يسأله أي إنسان. مفروض يعرف إيه الفرق بين العهد الجديد وإيه العهد القديم. لكن لما يجي لي حد ويحاول يقنعني ويقول لي ما هي الأرثوذكسية، أقول له لأ،
قل لي إيه الهدف اللي خلق الله الإنسان من أجله؟ يرجع تاني يقول لي لا لازم تعرف ما هي الأرثوذكسية. طب أعرف الأول يا بويا، مش أعرف الأول الهدف اللي الله خلقني عشانه. أنت جايلي في النص تقول لي لازم الأوضة والشباك يبقى كده ولازم الباب، مش أعرف المبنى، مش أعرف البناء كله، مش أعرف الفلك شكله إيه، صفاته إيه، الشروط والقانون اللي الله وضعه عشان يتبني. انت بتحكي لي عن الأوضة، لازم ورق الحائط تتحط، لازم الستارة تتحط، لازم الباب يكون باب لونه أبيض ولا خشب سان، ما هي الأرثوذكسية؟ انت بتحكي لي عن أوضة، انا عايز اعرف المبنى، البناء مبنيين على اساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه، حجر الزاوية الذي فيه كل البناء، ايه هو البناء؟ ما هي الأرثوذكسية؟ أيوة، إيه هو البناء نفسه؟ يعني إيه الهدف اللي خلق الله آدم عشانه؟ خلق آدم عشان يبقى أرثوذكسي؟ مش معقول طبعا. بس ده اللي أنا بتكلم عن نفسي، ده اللي تعلمناه منذ نعومة أظافرنا. أبائنا القديسين تركوا لنا أمانة، ففي مدرسة الأحد بقول لهم إيه هي الأمانة؟ قالوا لنا اللغة القبطية، ولازم نحافظ على اللغة القبطية كويس، ولازم نعرف ان احنا الأرثوذكسية كويس. طب ايه اصل الحكايه؟ حفظ الالحان قبط؟ لا، ده مش اصل الحكايه، في قبل الحكايه بحكايه وحكايات. ولازم ناخد جسد ربنا، ايوه فين الحكايه يعني؟ فادي النتيجه، حتى الاسرار سر مسحلة المرضى. احنا إيماننا بإيه؟ بروح الله فين؟ وإحنا بنتخبط، ناخد مصل ما ناخدش مصل، ناخد مصل ما ناخدش مصل، هو ده اللي هينقذ ومش هينقذ، وناس ومؤامرات، واللي عايز يعمل وما يعملش. ومن إمتى يعني؟ هو المفروض يعني بالمنطق، لو ناس عايزة خايفة على ناس تخاف عليها كصحتها، يعني سمعنا إن في مش عارف مين راح جنوب أفريقيا وقعد يدي مصل، طب وزع عليهم خضار فاكهة، وزع عليهم فيتامينات. انت من امتى حد اجبرني ولا شرط لي شروط ان لازم يبقى صحتك كويسة؟ مين الاولى؟ الاولوية ايه؟ صحتي تبقى كويسة ولا اخد مصل؟ الاولوية لما الناس ميتة صحتها تعبانة في بلاد كتير، فليه ما شرطتش عليا يبقى صحتك كويسة وشرطت عليا اخد؟ فخبيط، والله بدأ بكل حكمة يلقي الضوء على احنا وصلنا فين، زي ما سمح يجي نبوغس نصر ويهجم على الناس فين بقى، وارمية زوره وجعه، احنا بعدنا ومتنا قعدوا يلطشوا فيه، احنا بنموت احنا الله خطبنا علينا قعدوا يلطشوا فيه. القلب أخدع من كل شيء، وكل مفروض نعرف إن أنا مفروض ما ثقش أصلا في نفسي، ومفروض كل ممنونيتي مش لطائفة أو لإنسان، ممنونيتي لله، المديونين مفروض أعيش مديون لله وأطلب، هو مصدر النور، مصدر المعرفة، مصدر الحياة، مش لأن الذات أخدع من كل شيء، القلب أخدع. وأي إنسان معتقد ماشي صح من غير ما هو منقاد من روح الله، القلب نجيس من يعرفه. أحساس الإنسان أنه عارف وفاهم ورئيس دير ورئيس الدير ولازم تاخده تنفذه الكلام، كلام مين؟ فالموضوع دخل في ذات وخداع الذات مرعب، لأنه كأن الإنسان مصدر النور ومصدر القرارات ومصدر الروح ومصدر المعرفة، وهي دي المشكلة والمصيبة. يعني مجرات دخلت في مجرات، وعبوديات دخلت في عبوديات، وده اللي وصلنا له. رئيس الدير قال، طب قال بناء على إيه؟ رئيسة الدير نزلت قرار لما تترهب أن البنت ما تقابلش أهلها، طب ده منين؟ القرارات دي منين؟ ده من إنسانة أو من راجل بشنب ودقن، راجل عادي وتعبوا الناس في ضغوط نفسية ورهبان وراهبات سابوا الأديو، إن العالم يستيقظ على المصيبة اللي وصلنا لها، إن مفيش نتيجة، مفيش ثمر. من الثمر تعرف الشجرة، فين الثمر؟
كام واحد زي المسيح؟ طب كام واحد زي طب يوحنا المعمدان؟ طب كام واحد زي بولس الرسول؟ طب كام واحد زي أخنوخ؟ طب كام واحد زي إيليا؟ طب كام واحد زي دانيال؟ طب كام واحد زي الثلاث فتية؟ ليه؟ ففي لوين 11 ربنا بيقول: وأمر الرب موسى وهارون أوصي بني إسرائيل: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع بهائم الأرض، تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومقتر. نقطتين بس هنتكلم عنهم: إيه شروط الحيوان الطاهر وغير طاهر، ومين هم في حياتنا وليه أكلهم، وإيه هو شروط الطيور الطاهرة وغير الطاهرة وليه أكلها وما أكلهاش، وإيه معناها في حياتي كحياة. لوين 11 عدد 3: تأكلون كل حيوان مشقوق الظلف ومقتر، يعني بيقتر يقدر ياخد زي الجمل وزي يخزن أكل، ومشقوق الظلف. أما الحيوانات المقترة فقط، يعني في حيوانات زي الجمل بتقتر والأرانب، لكن غير مشقوقة الظلف لا تأكلونها. طب ليه يا رب؟ فالجمل غير طاهر ليه؟ لأنه مقتر، طب ده كويس بيخزن أكل، لكن غير مشقوق الظلف. وكذلك الوبر، حاجة كده تشبه العرس أو الفار كده، الوبر اللي هو حيوانات برية من بعيد تشبه الفار في الحجم بتاعها، بين الفار وبين العرس تقريبا كده، فلا تأكلوا منها. فالجمل غير طاهر لأنه يقتر ومقتر ولكن غير مشقوق الظلف. كذلك الوبر نجس لأنه مقتر ولكن غير مشقوق الظلف. كذلك الأرنب مقتر أو يقتر يأكل ويشيل لكن غير مشقوق الظلف فهو نجس. والخنزير أيضا نجس لكم لأنه مشقوق الظلف، طب كويس ولكن غير مقتر، لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوها ولا تلمسوا جثتها. ايه ده؟ وليه كده مركز قوي في الخنزير؟ وايه يعني الفرق بين الحاجتين؟ طب عادي، طب هو الجمل اهو مش مشقوق الظلف بس بيقتر، ليه ما شددتش كده واتعصبت عليه زي الخنزير يعني؟ اما ما يعيش في الماء تأكل منهم، هنشوف حكاية البتاع ده، نمسك شوية شوية علشان ما انتهشي. وأمن الطيور الذي يحظر عليها أكلها على طول، في عدد 13 ما قالش إيه الطيور اللي هي نجسة وغير نجسة أو الشروط إيه، لأ، من الطيور التي يحظر عليكم أكلها، النسر والأنوق والصقر والحداء والبشق وكل أجناس الغربان والنعامة والظلف والظلم والبومة والغواص والكركم والبجع واللقلق والبغبغان على والهدهد والخفاش. طب ايه يعني؟ يعني مش فاهمين حاجة. احنا الوقت احنا تهنا. ده لويين 11. لكن تثنية 14 غريبة البداية بتاعته: أنتم أبناء الله الرب إلهكم، فلا تجرحوا أجسادكم ولا تحلقوا مقدمة رؤوسكم. طب إيه العلاقة يعني؟ حزنا على ميت. لأنكم شعب مقدس للرب واختاركم من بين الشعوب. طب إيه يعني؟ فلا تأكلوا شيئا رجسا. أما البهائم التي تأكلونها على طول، حدد بقى في التثنية، حدد بقر وضان وماعز وأيل وظبا
وغزلان بيضاء وبقر وحشي وكل بهيمة ذات ظلف مشكوك ومقترة، لكن لا تأكل الحيوانات المقترة غير مشكوكة الظلف للجمل كالجمل والأرنب والوبر، فإنها تقتر ولكن غير مشكوكة لذلك هي نجسة. والخنزير لأنه مشكوك الظلف ولكن غير مقتر فهو نجس لكم، فلا تأكلوا من لحم جميع هذه البهائم ولا تلمسوا جثثها. إيه ده؟ أما من يعيش في الماء فكلوا كل من له زعانف وقشور، ولا تأكلوا من ليس لها زعانف وقشور لأنها نجسة، كلوا من كل الطيور الطاهرة. ولكن من الطيور التالية لا تأكلوا، برضو ما حددش إيه هي الطيور الطاهرة، في الحيوان حدد لكن في الطيور بيقول كلوا من كل طير طاهر. طب إيه هو؟ ما قدرش هيقول إيه؟ هاتوا العصافير اذبحوها والحمام، ما قدرش. ولكن من الطيور الأخرى الغير طاهرة لا تأكلوها، النسر والعقاب والحداء والبشق والشاهين والغربان والنعام. هو ايه الحكاية بالضبط؟ مين هي الحيوانات الطاهرة كعنوان والغير الطاهرة؟ وانا يا ترى بهيم طاهر ولا مش طاهر؟ من ناحية البهيم في ناس بهيمة بس مش لله، يعني نمسك عناوين كده. آدم ما كانش بهيم لله، كان بهيم بس الحواء. وفي ناس بهيمة لملك لواحد غني، فهو عايز حيوانات طاهرة، يعني حيوانات فهمت وقررت انها تدخل الطريق، تشق او بدأنا نفهم تشق حياتها القديمة وتفرقها من الجديدة زي البذرة بتنفلق. ده اثبات ان الانسان حقيقي صادق في طاعته لله، ده اللي دعاه او شبهه بالطاهر. الحيوانات اللي تنفلق يعني إنسان صادق بدأ يكون علاقة مع الله، فدعا بالطهارة، وصفه بالطاهر زي الحيوانات الطاهرة. ليه طاهرة؟ ما صدق ما فيش حاجة اسمها همشي مع الله وما زلت أنا في مصر، ما بفرقتش حياتي وانفلقت حياتي زي البذرة، منفعش يا في مصر يا في الصحراء. طب لو جه واحد هو في الصحراء ومصر، ده إيه ده؟ اهو نبقى في الكنيسة كده يعني، اهو نروح. ايوه يعني شكلا في الكنيسة، شكلا في برية، شكلا في دير. بالعكس الصفة بتاعت غير طاهرة بسبب انه شكلا يكتر، شكلا ياخد معلومات، شكلا ياخد ضوء نور، شكلا ياخد من، شكلا ماشي في صحراء، لكن ما تشقتش حياته، كذاب. فعدم الطهارة هي الخداع اللي هو فيه الإنسان، وعدم الصدق في اتخاذه قرار حقيقي كحياة لله. هل وصلت؟ يعني الجمل والأرنب الموضوع كبير قوي، هنمشي خطوة خطوة، ممكن ناخد ساعات فيه بس خطوة خطوة. أولا ليه ربنا اختار الجمل والأرنب والوبر ده اللي هو زي الفار؟ دي حيوانات برية، ليه ما عادش يجيب حاجات كده إيش معنى دول التلاتة اللي اختارهم؟ مواضيع جوه مواضيع جوه مواضيع، بس ناخد خطوة خطوة. لأن الحيوانات دي بتاعت صحراء، الجمل بتاع صحراء، والويبر ده أو الفران برية بتاعت صحراء. طب إيه يعني؟ شكلا بتاعت شغل، يعني شكلا بتاعت يعني برية، شكلا راحت رايح الدير، شكلا يعني رجل الله، شكلا رايح يتعبد. بني إسرائيل طلعوا البحر وعبروا شكلا بيطيعوا الله، شكلا عبيد لله، شكلا منقادين من روح الله، شكلا زي الجمل اعملوا كده عملوا. لكن هل جواهم انفصلت حياتهم القديمة عن الجديدة يعني في موت؟ لا، عشان كده شبههم ربنا بحيوانات مش طاهرة.
غلف يعني أغلف. هؤلاء الغلف زي ما داود بيقول يعني أغلف، ما تفلقتش حياته، وده يبقى مش نظيف يعني مش طاهر. أيوة طبعا، ليه؟ الطهارة بتيجي من الله، فهما مش متصلين بالله، ما هو طلعوا برية. أيوة شكلا. طب وليه ربنا غضبان قوي كده؟ أيوة عشان ما انت ما تطلعش أحسن، ما تروحش كنيسة أحسن، ما تروحش دير أحسن، على الأقل تبقى سفرة، لكن ما تاخدش الصفة السلبية أنك مش طاهر. والخنزير يقول حيوانات نجسة عشان ما تتبصمش البصمة، تتوصفش الوصفة بتاعة النجاسة. لو أنت قررت قلت لا أنا مش عايز أطلع وأنا في مصر، مش عايز أروح كنيسة أنا في مصر، مش عايز أعبد الله، خلاص واضح. لكن الله ليه غضب من الخنزير؟ من لأن خداع الإنسان، خدع نفسه وخدع الآخرين. أعتقد النقطة كده وصلت. الحيوانات الغير طاهرة لم تشق زلفها، تقتر فقط. خلينا في الجمل والأرنب، ماشي بتقتر بتاخد الأكل لكن وبعدين عمالة تاخد معلومات ونور، وبعدين ودروس قبطي وألحان وتعليم قداساتها، وبعدين اكتريت واكتريت واكتريت ومت. يبقى انت مش طاهر، حيوان بس مش عند الله، حيوان مش بس مش بهيم عنده، شكلا في الصحة بس انت مش ماشي، انت زي ما انت. ليه؟ ايه بذرة محطوطة على طبق إزاز ولا طبق؟ أيوه فين هو عايش شجرة؟ الله عايش شجرة، والشجرة دي طريق طويل تدفن وتموت باقتناع وتفهم وتسأل الأول ليه أدفن وأدفن إزاي والطريقة وهظل أعمل إيه، وقبول فإنكار ذاته وموت الإرادة لأنه فهم إن المفروض الله يكون عقله، والنتيجة اتفلق. لكن دول لأ، زي بني إسرائيل ما انفلقوش، ما ماتتش حياته من قديمة، هو رغبة البصل والقراط والبطيخ ورغبة العجل النحاس ولا الذهب ولا ما عرفش إيه إن شاء الله خشب، هي عبادتهم لألههم هي ما تغيرتش. فإيه الفايدة؟ يقتر الجمل وبيقتر معلومات، ما مش مقتر حياة، ده مش اقترار، ده مش اقترار حياة. المن اللي كان بينزل من السماء والمعرفة والضربات العشر والمعلومات اللي عمال ربنا يديها لهم، هم مش عارفوها عشان يعيشوها، ما عاشوهاش، اقتروا المعلومة مش بنية ان يعيشوها، اقتروا المعلومة والتعليم، اقتروا التعليم والعشر ضربات مش بنية بقرار صادق انهم يعيشوها، اقتروا المعلومة مش بنية ان يعيشوها، اقتروا المعلومة والتعليم، اقتروا التعليم والعشر ضربات مش بنية بقرار صادق انهم يعيشوها، اقتروا المعلومة مش بنيه ان يعيشوها، اقتروا المعلومه والتعليم، اقتروا التعليم والعشر ضربات مش بنيه بقرار صادق انه ما يعيشوها. فايه الفايده؟ خميره بلاستيك، خميرة ورق، ما فيش خميرة بس ما حصلش فيها الشروط بتاعة الاختمار، ما الرغبة ما فيش، القرار ما حصلش، ما قعدوش يحسبوا حسابات النفقة، هم أصلا رافضين يحسبوها. فبالتالي ما حصلش انفلاقة في حياتهم، ما حصلش ختان، غلف. وكمعلومة هنرجع تاني للطيور بالتفصيل، زي الطيور الطاهرة وغير الطاهرة، خد مواهب شكله طائر زي يهوذا، في الشكل طائر
له شكل طائر زي الخفاش، لكن هو الحقيقة مش طائر. لكن كلما يشق ظلفه وانقسم يعني ظلفه قسمين ويقتر إياه تأكلوه. دي شروط الحيوانات الطاهرة. يعني تأكلوه، يعني دي الناس اللي هي تشبعوا منها، دي الناس اللي فعلا الصورة للمسيح زي شاول الطرسوسي زي يوحنا المعمدان. تأكلوني يعني يبقى شبع ليكم حقيقي. واحد بقى عضو في المسيح ده 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 اللي تشبعوا منه. لكن واحد بيقتر زي الجمل عمال يقتر يقتر ألحان قبطية، يقتر يقتر حفظ القداس بالقبط، يقتر يقتر حفظ الأديرة وحفظ وكبر، بس ما فيش شبع داخلي ولا فيش رصيد ولا في تغيير. والدليل ما تشقش ظلفه. فربنا وصفه وقال له ايه الحيوانات دي؟ نجسة. ايه ده؟ طب ليه؟ أما مش واخدها بنية النمو والتغيير. ليه يقتر 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 على الفاضي؟ ليه بننفخ في قربة مقطوعة؟ هو دي اللي اقترت بس ما تشقش الظلف. بني إسرائيل ربنا كان بينفخ في قربة مقطوعة، الخزين ما عندهمش النية ان يحفظوا عشان يعيشوا، لم يقرروا ان يكون الله إلههم. والناس اللي هي اقترت اللي زي بني إسرائيل ده ما كانش لله، يعني ما كانش خزين لله، كانت حاجة زي قربة مقطوعة، كان معلومات الله بزراع قوية وإيد ممدودة بيظهر يعني صدقه، صدقه الكامل. هم ما عملوش بكل الشبع والمعلومات والاقترار ده أو الغذاء ده كله. وفي ناس تشق ظلفها بس ما كانتش بتقتر زي الخنزير. ده ايه ده يعني ده؟ يعني انشق ظلفه بس ما كانش بيقتر. طب ده مصيبة اكتر. يعني ايه؟ مفيش اصلا شبع داخلي، مفيش نيه ان الشبع داخلي، مفيش حقيقي نيه ان يتغير ويموت مفيش شبع داخلي. امال ما هو شق ظلفه برضه شكلا زي الاقترار، لكن من غير ما يتشق ده يبقى اقترار شكلا، يعني واخدين معلومات شكلا ومفيش النية يتعاش بيها. اللي تشق ظلفه زي الخنزير الله كان عطيله موهبة وفي حياته فرق بقي صاحب المواهب، لكن مفيش كلمة مخزونة جواه، مفيش شبع داخلي حقيقي. يعني ربنا عمل له تغيير في حياته وموت في حياته زي شمشون مثلا، ناخد مثل واضح جدا، حياته ده حاجة وده حاجة خالص، بس ما فيش شبع. فإيه فايدة المواهب؟ وإدانة الشخص ده، عشان كده ربنا قال إن الخنزير ده حاجة نجسة، وإن الشياطين لما ربنا طلعهم من لاجئون ورانا إنه الحيوان الوحيد اللي دخلهم فيه الخنزير. طب ليه؟ لأنه رمز الواحد واخد مواهب قوية قوي ما عملش ولا حاجة، شق حياته برضو بس بالنعمة، شق حياته بالنعمة، يعني شمشون يعني يقتل ألف واحد بس شكلا مفيش خزين داخلي. ايه الفايدة؟ يعني ده مرار وده مرار. بني اسرائيل عمال يديهم تعليم ويوريهم، كان الاقترار شكلا لكن مش في نية، ما كانش عندهم النية تنفلق حياتهم. وناس تانية فلق حياتهم
يعني اقتحم وخلاهم يعني من بره مشقوق الظلف، لكن الحقيقة لأن شق الظلف ده أو الختان مفروض يكون نتيجة اقترار كلمة الله، نتيجة شبع داخلي بكامل الرغبة والطلب، لكن دي ناس طالما ما مش مقتر. رمز الناس هي ما فيهاش شبع داخلي، أما المشقوقة الظلف إزاي؟ الله هو اللي شقهلها، مش نتيجة الشبع داخلي وتغيير داخلي فحصل الموت أو لا. فالخنزير أعطى لي ماء كتير لكن رفض يدفن تحت الأرض. مشقوقة زي بالقمحة وشوية حبوب نحطها على طبق ولا صحن كده، نحط فيها مية تتفلق. وبعدين قال يعني بقى شجرة، فين الشجرة؟ ده سنتي ولا اتنين سنتي، فين الشجرة؟ اتشقت اهي. ايوه بس اتشقت متى؟ طب ما ده دينونة اكتر، يعني انت فهمتي واخدتي النعمة، بس مفيش حياة بدون موت. فما فيش موت في حياة، موت دايم، مفيش حياة بدون موت دايم، ففين الموت الدايم؟ حصلش موت. فين الجزر اللي بينزل تحت الأرض وينزل ويتعمق زي ما للمسيح؟ فيش الكلام ده خالص. فيا رب النقطتين دي توصل، مين هم الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، وإيه الأصناف بتاعة الغير طاهرة؟ الغير طاهرة اللي هو زي الجمل والأرنب والوبر، مش مشقوقين زي بني إسرائيل طالعين البرية، شكلا في الصحراء، شكلا في كنيسة، شكلا في دير، لكن ما فيش ملء داخلي. إن كانت الناس اللي هي فعلا عايشة مع ربنا ومشيت، ساعات بتتذبذب زي إبراهيم، وقت من الأوقات كان بهيم لسارة، ووقت من الأوقات كان بهيم لله، طبعا أغلبية الوقت كان بهيم لله، لكن أحيانا بيبقى بهيم لنفسه، لجسده، لسارة، لمرأته، زي داود كان بهيم لجسده فترة من الفترات، وقت من الأوقات، موقف من المواقف. لكن طبعا هو كان اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك، فحصل انشقاق كامل واقترار كامل، ده حقيقي. فإن كانت الناس، أنا بس بقارن عشان توضح الصورة، إن كانت الناس اللي اقترت وانشق الظلف زي إبراهيم وداود، زعلوا ربنا في أوقات، يجي اللي ما يقتر وما تشقش في الآخر، أو تشق زي الخنزير وما اقترش، يطلق عليه بهيم لله؟ لا طبعا. فالجمل والوبر والأرنب حيوانات برية، كلهم بيقتروا، لكن الدينونة بتاعتهم، وأطلق عليهم حيوانات غير طاهرة لأن ما تشقش ظلفهم، ما حصلش انشقاق وتغيير حقيقي في حياتهم. حيوانات برية شكلا، حيوانات صحراء شكلا، ناس عايشين في البراري شكلا، يحفظون كلام ويحفظوا لغات ويحفظوا، درسوا دكتوراه في اللاهوت، درسوا أو بعدين اقتروا، بس اقتروا ايه؟ حياة ولا اقتروا معلومات؟ اقتروا بس اقتروا ايه؟ حياة ولا اقتروا معلومات؟ اقتروا بس اقتروا ايه؟ حياة ولا اقتروا معلومات؟ اقتروا لغة قبطية هيروغليفية عبرية يونانية ولا اقتروا حياة؟ أيوة، ايه نوع الاقترار يعني؟ بيقتر لكن ما انشقش. بديهي لو كان هو اقتر حياة، اقتر روح من الله، كان حصل له انشقاق. ايوه، ايه نوع الاقترار يعني؟ بيقتر لكن ما انشقش. بديهي لو كان هو اقتر حياة، اقتر روح من الله، كان حصل له انشقاق. أيوة، إيه نوع الاقترار يعني؟ بيقتر لكن منشقش. بديه لو كان هو اقتر الحياة، اقتر روح من الله، كان حصل انشقاق. وصلت؟ نفوس
شكلا عايشين في البراري زي بني إسرائيل، بس حياتهم قرارهم من البداية مش يعيشوا لله بجد ويحفظوا الكلمة. هم حافظين حاجات تبدو الكلمة، بيقول الكتاب إيه؟ اقبلوا الكلمة المغروسة فيكم القادرة على أن تخلص حياتكم. طب ما هو اتغرست هو حفظنا إبطي. لا، ما كانش قصده ربنا الكلمة المغروسة يعني أحفظ حاجة. طب ما هو اللي أبونا بيقولوا لي سيف على رقبتي وأي كلمة أبويا قال أقعد أرددها. لا، هو ما كانش قصده ربنا كده. لما يجي الأسقف نقول له لحن، ما كانش قصده الاقترار ده. مش ده الاقترار اللي يؤدي لانشقاق حياة. اقترار كلمة الله تكون بقيادة الله وبقيادة روح الله بعد الفهم، والفهم يسبقه طلب الفهم. اقترار كلمة الله تكون بقيادة الله وبقيادة روح الله بعد الفهم، والفهم يسبقه طلب الفهم. اقترار كلمة الله تكون بقيادة الله وبقيادة روح الله بعد الفهم، والفهم يسبقه طلب الفهم. يعني الخطوات، نرجع لآدم، هو ما طلبش يفهم، ما طلبش يعرف إيه الطيور والحيوانات، خلقها ليه يا رب وخلقني أنا ليه، عايزنا نتعلم من الحيوان إيه يا رب، وعايزنا نتعلم من الطيور ليه يا رب، ليه الطيور ملهاش ايدين ولا رجلين، وليه بتبيض وما حصلش طبيعة بهيمية واتصال جسدي وعلاقة جسدية، ليه الطيور كده ما فيهاش ايدين تمسك حاجة، وليه بتاكل حبوب، حتى النسور صح. تكوين 1:30 بيقول أعطي لهم بذور، حتى الطيور. ما سألش ربنا ليه قلت لي طيور السماء، ليه ما قلت ليش طيور الجبال، ما سألش. طب وش معنى الجمل والفار ده ولا الوبر؟ أكبر حيوان وأصغر حيوان. كبير قوي جمل، كبير قوي، والتاني صغير قوي. قال يعني ده متواضع قوي ده عظيم. هما الاتنين ما كانش اقترار من روح الله، ما فيش اقترار لحب الله. اقترار ايه؟ ما هو مش حاجة كبيرة قوي. طبيعي ما نسطور حاجة كانت كبيرة قوي زي الجمل، ايه يعني؟ وشمشون كان حاجة كبيرة قوي. لكن نقارن شمشون بيوحنا المعمدان الجبار، ده جبار وده جبار، بس ايه نوع الجبروت بتاع شمشون وجبروت يوحنا المعمدان وجبروت دانيال العظيم والثلاث فتية، جبروت أخنوخ؟ نقارن شمشون بأخنوخ وشمشون بيوحنا المعمدان؟ الاتنين اقتروا، وإيه نوع اقترارهم؟ بس مين اللي انشق حقيقي حياته وتغيرت، شمشون ولا يوحنا المعمدان؟ طبعا مش محتاجة كلام، بس ده بيقتر. أيوة، وبني إسرائيل كلهم بيقتروا، المن كل يوم بينزل. أيوة، بس مش لحساب الله، وما طلبوش بفهم الله، وفي كل يوم في تغيير، والدليل ما حصلش انشقاق أو موت عن حياة. فجاب لنا أمثلة الجمل أكبر حيوانات البرية يعني تقريبا، وأصغر حيوان. لا ده صح، الموضوع لا بالكبر ولا بالصغر. ايه الفايدة؟ شكلا في البرية اكبر واحد، شكلا في البرية اصغر واحد. قال يعني ده متواضع قوي وده ضخم قوي، لا خيرا في هذا ولا في ذاك. المهم ما تفلقوش وماتوا عن حياتهم القديمة. شمشين ما ماتش عن حياته القديمة، بعد سنين طويلة قنقاضي جات واحدة. احنا مش بندينه، كلمة الله بتقول لنا، كلمة الله عايزين نتعلم منها. أنا لا ليا دعوة بجدعون ولا ليا دعوة بشمشون، أنا بتأمل في كلمة الله. كلمة الله بتقول لنا أن في واحد شكلا اقتر واقتر واقتر، وبني إسرائيل اقتروا، لكن كل تفكيرهم لسه في البصل والقراط والسمك، فما حصلش انشقاق في حياتهم، ما تفلقوش. كلمة الله بتعلمنا أن في ناس ممكن نحفظ إبطي ونحفظ اللاهوت ونقعد نعرف كل حاجة عن المسيح، زي ما القديس الأنبنطونيوس من أقواله الجميلة قوي، ممكن تعرف كل حاجة عن المسيح
لكن ما تعرفش المسيح. ممكن تعرف كل حاجة عن الله عمل إيه لكن ما تعرفش الله نفسه. طب إيه الفايدة؟ اكترار معلومات مش اكترار الله نفسه. يا رب تكون النقطة وصلت. فما تفلقتش حياتهم، ما توش عن حياتهم القديمة، فإيه الفايدة؟ ما تشقش الظلف بتاعهم في النهاية. الله عارف، يعني لما بنروح الفلاحين في كلمة معرفش بقى الأردنيين ولا اللبنانيين يفهموها، يعني بنلاقي الست الفلاحة بتزغط البط، مش عارف أقولها إيه باللغة العربية الفصحى، هي كلمة صعيدية ممكن ما تتفهمش يعني في الجزائريين، ولا بتزغط يعني بتدخل الحبوب والأكل والعيش بالعافية في البطة وتدخل صباها. ده اللي ربنا عمل مع بني إسرائيل، كان بيزغطهم. بس الزغيط ما ينفعش، اكتروا بس لازم الاكترار. في البطة ممكن تكبر وتكر البط يكبر ويبقى لحمه مشوي كده وحاجة حلوة وشاية، لكن في الحياة الروحية ما ينفعش، ما فيش زغيط في الحياة الروحية. ما هي ربنا عاد يزغطهم، ما ينفعش. ليه؟ لأنها قصة حب من البداية للنهاية. ما فيش ملك يزغط عروسه يقول لها هكتب لك كلام عشان تقوله لي، فده مش حب، ده ما ينفعش. الزغيط ما ينفعش في الحياة الروحية. فحاول ربنا بين إسرائيل، يمكن كلمة تصيب يمكن ما نفعش في النهاية، ما تشقش ظلفهم وماتوا زي ما قال القديس بولس. كلمة الله بتقول لنا كده، أكثرهم ماتوا، والحياة كلهم ماتوا، مش أكثرهم، ما فضلش غير اتنين بس من 600,000 ولا ما عرفش كم مليون، كتير إن كان عدد الرجال بس أكثر من 500,000، كله مات. كانوا زي الجمل، كان زي الأرانب، اكترار شكلا لكن ما تشقش ظلفهم. ما قرروش يموتوا عن حياتهم القديمة، ما قرروش يعيشوا لله، ما قرروش يفهموا من البداية، فما ماتوش عن حياتهم القديمة، ظلوا يقتروا يسمعوا نحفظ قبطي، نحفظ يوناني، نحفظ لاهوت مش عارف ايه، مقارن نحفظ لاهوت عقيدة كويس، يسمع ونسمع بينقتر ونكتر. طب وبعدين زي بني إسرائيل عمال يسكب عليهم ويعمل معجزات ويسمعهم كلام كتير، يعني في خروج يعني كلام كتير قوي، وفي النهاية ما تشقش الظلف عن حياتهم القديمة. ده إيه ده؟ فعشان كده ربنا قال هو مكروه عند الرب، الجمل والأرنب مكروه عند الرب شكلا زي بني إسرائيل في البرية. بس طب ما فهو كل واحد يسأل نفسه، أنت بهيم ولا مش بهيم؟ وبهيم عند مين؟ بهيم عند مين؟ بهيم عند سارة؟ بهيم عند واحدة ست؟ بهيم الراجل؟ بهيم لفلوس؟ بهيم لواحد مليونير غني؟ بهيم عند مين؟ أنت بهيم ولا مش بهيم؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، بهيم عند مين؟ عند الله ولا عند إنسان؟ لأن البهيم أنواع. لأن كان بهيم الله نفسه في العهد القديم، شفنا زاغوا شوية، بعدوا شوية زي داود. وحتى بهيم الله برضو في عهد قديم وجديد، ما هو ممكن إنسان يبقى بهيم من الله بس يظل في عهد قديم، فلا يكفي بهيم عند الله. ممكن نعيش ونموت ما تحركناش، لازم الاثنين، انشقاق ظلف واكترار، اكترار وانشقاق ظلف، لازم يحصل اكترار، لازم يحصل رغبة من البداية في الفهم، لازم قرار نجلس أولا ويتشاور، لازم يحسم أمره، لازم يحسب حساب النفقة. غير كده حتى الأرنب يعني شكله طيب والجمل أيوة، بس الله قال عنه أنه نجس عند الله، لأن كلامه مش موجود في حياة، مش روح وحياة، كلام الله مش روح وحياة. بني إسرائيل كلمة الكلمة مش حياتهم، مع أن بيأكلوا المن في بقهم، أيوة ما كل الناس بتتناول وبتمارس الطقس، أيوة طب وإيه يعني؟ أبائكم أكلوا المن في البرية، وده أطول إصحاح وأهم إصحاح في العهد الجديد كله في إنجيل يوحنا إصحاح 6، بيقول لنا روحوا شوفوا افتكروا بني إسرائيل، أيوة شكلا اكتروا شكلا وشكلا انشقوا،
انشق ظرفهم يعني انشقت حياتهم شكلا، لكن حقيقي لا، كل تفكيرهم بكوا، ادي اللي جواهم، جواهم كان كلمة الله، لا جواهم شهوة قدور اللحم، شهوة البطيخ، شهوة السمك، شهوة القساء، التقلية الطعمية السخنة، ادي اللي كان جواهم. الله مش بيقتروا كلمة الله، لا، كان جواهم المخزون الداخلي اللي كان مليهم شهوة السمك والقراط والبطيخ. كلمة الله بتقول كده، وجيه عادة في كرونسوس القديس بولس قالها، حتى اللي بهيم عند الله وكان أمين عند الله والله برضو مدحه زي موسى، ساعات بيبقى مش مشقوق 100%، يعني حتى الشق الظلف لازم يكون 100% والاقترار لازم يبقى في 100%، لأن لو في شبع داخلي 100% ليه ما سمعناش أن يوحنا المعمدان طلع يتجوز واحدة سورية ولا كوشية ولا لبنانية ولا مصرية ولا أردنية ولا ليبية؟ ليه؟ معلش، ما هو أيوة ماشي، معلش، وربنا ما زعلش منه وزعل من مريم كمان. وبالمناسبة يمكن في ناس نقطة نسيناها، معلش عشان المرة اللي فات عشان تكتمل النقط، لأن في نقاط كتيرة جدا في كل موضوع، نقاط لا تنتهي. ليه زعل ربنا من مريم مع أن مريم ما قالتش حاجة غلط؟ ليه الله زعل من مريم؟ ما هو برضو جوه الموضوع، يعني ليه زعل من مريم؟ هي مريم ما غلطتش، مريم اللي قالته ما غلطتش، هي ما افترتش على موسى ولا شتمته ولا قالت حاجة كذبة ولا قالت حاجة معلومة غلط، اللي قالته صح، بس لأن هي ما كانتش عايشة الحياة الروحية فمش من حقها، بس اللي قالته صح. الفيصل في مين عايش؟ فموسى كان عايش بس ده ضعف، الفيصل في قرار الحياة كله. ما هو بديهي بنغلط وبديهي بنضعف لكن القرار نفسه، فما زعلش منه موسى، ربنا ما زعلش من موسى لأنه هو قرر يموت عن حياته بالإيمان. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل حسب العار المسيح أفضل، وكان واخد نصيب أكبر جزء من في رسالة العبرانيين في الإصحاح بتاع الإيمان، لأنه هو بالنية ده ضعف، ده حاجة تاني، لكن هو انشق وكان بيقتر كلمة الله. وبرضو شاول الطرسوسي في حياته الأولى، شاول الطرسوسي برضو كان بيقتر بس ما انشقش، ما ماتتش حياته القديمة، كان غير مختتن وما كانش فاهم ومش ما حصلش انشقاق وانفصال في زي البذرة، لسه كان لسه ما حسبش حساب النفقة قبل ما يظهر نور في حياته، لسه ما كانش فيه نور، هو كان مازال في عهد قديم. اتناقشت الوصايا العشر على حجر، لكن مش هي دي بداية، دي بداية، لكن فين التغيير اللي حصل؟ فكان شاول الطرسوسي صحيح بيقتروا، بس ما في حاجات كتيرة كانت ناقصة، النور والمعرفة والفهم اللي خليه ينشق حياته. وأيوب، أيوب كان زي الجمل، رائع وزي الأرنب، رائع بياخد كلامه وعايز يقدم ذبائح لأولاده لألا أيوب، بس مفيش تغيير، مفيش في حياته تغيير. أيوة دي بداية، ده عهد قديم، موضوع المراحل مش واضح لناس عاشت وماتت مش فاهمة ان في عرض وفي طول وفي عمق وفي علو، في مياه عند الكعبين بس لازم يوصل عند الرجلين القدمين الاول، وبعدين عند الكعبين، وبعدين عند حقوين، وبعدين في بحر سباحة، في اسد صوته الاول اسمعه، وفي لازم اقدم نفسي ذبيحة، وفي بعد كده صورة الانسان، وبعد كده في النسر، في إنجيل متى في حياتي يظهر النور وآجي زي المجوس واسجد وأقدم هدايا، وبعد كده في مرقس أقدم ذبيحة، وبعد كده أرجع لصورة الإنسان، فين الكلام ده؟ لكن يجي خادم أو ناس معتقدة مجرد بعمل ممارسة طقس وأحضر قداس واللي يقوله لي أبونا مش عذر،
مش عذر إن ناس عاشت طول حياتها لفهمت الاقترار أو الفرق بين الاقترار والانشقاق، مش عذر. ما عرفتش الفرق بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، مش عذر. ما عرفتش الفرق بين الخروف والجمل، مش عذر. ما بقتش حمل، ما بقتش صورة المسيح، مش عايشة كما في السماء، مش عذر. كما في السماء كذلك على الأرض، مش عذر. مش عارف أن الموضوع حياة والإنجيل حياة، وزي ما يسوع الإنسان اللي عايش على الأرض لازم يعيش، لازم يهرب لمصر ويظل هربان، ولازم ينقاد من الملاك ويرجع تاني، ولازم يقول ينبغي أن أكون في مال أبي. مش عذر أن الناس ما فهمتش كل ده، مش عذر اعتقاد إنسان اللي زي ما يقوله أبونا هو كلامه خلاص وألهك فيه، مش عذر. إن ما فهمش المفروض به ناحية ونتحرك ونوجد، ولازم في الآخر نبقى كاملين كما إن أبانا الذي في السماوات هو كامل، وإن الجميع هيصيروا الجميع متعلمين من الله، وكل ما سمع من الآب تعلم، زي ما حصل مع أخنوخ وإليا ودنيال وثلاث فتية وحنا العدان، وزي ما عاش المسيح الإنسان المثالي. مش عذر إن أنا مش فاهم إن زي ما سلك المسيح بكل الأبعاد كإنسان، يعني إن أنا عايش، مش عذر. وإن المسيح مش مثال للرهبان ولا متوحدين، لا، لمتزوجين والبنات والأولاد والمدامات، لسيدات للرجالة، مش عذر. في ناس قالوا لي لا ده للرهبان، المسيح ما كانش مثال للرهبان، ما ينفعش، ده هو جاي للإنسان. أنا هو الطريق والحق والحياة، لمين؟ للرهبان، للمتوحدين. أنا هو الطريق لمين؟ مش محتاج يكملها، مش محتاج تتكمل، أنا هو الطريق بس. طريق للرهبان يعني مش محتاجة تتكمل، مش محتاج يقول، مش محتاج يصنف. أنا الطريق إيه يعني؟ للمدامات هيقول ربنا أنا طريق للرجالة بس مش للمدامات، أو أنا طريق يعني أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني نفهم إيه يعني؟ لكل إنسان لما طلع البرية يجي كان أب اعتراف زمان يقول يا حبيبي ده للرهبان، قوله رهبان طلوب العذراء كانت رهبة، يعني إيه للرهبان؟ ماكسيموس وديمديوس كانوا رهبان؟ قال لي آه كانوا رهبان. قلت له طب العذراء كانت رهبة، بولس الرسول كان راهب، ونوح كان راهب، ولا إيليا كان راهب، ولا التلات فتية كان راهب، ولا دنيال كان راهب، كان رئيس وزراء، يعني إيه راهب؟ يعني إيه راهب؟ صفة ولا حياة؟ والله قال كونوا رهبان ولا قال كونوا قديسين؟ ما فيش عذر في اليوم الأخير، عشاء عرس الخروف، ستفتح الأصفار. اللي فهم وعاش هو ده اللي كسب العشاء الدائم والعرس الدائم والملكوت الدائم، وبقي جزء يحيى ويتحرك من الله الغير محدود. ما فيش عذر، ما فيش عذر، ما فيش عذر، ما فيش عذر، ما فيش عذر. أكيد أول حلقة مفروض عدم الفهم الكامل للصورة النهائية. طب ليه؟ طب ليه؟ طب ليه؟ طب ليه؟ ليه الصورة النهائية ما وضحتش عند الناس؟ ليه احتاج أبا مقار يجي ماكسيموس وديمديوس ويبعتهم ربنا؟ ليه؟ ليه احتاجوا بريتشهيل تيجي أنا سيمون وإلاريا ودار الراهبات تيجي وتعمل هبيلة وعشان يتعلموا؟ ليه يكون في تعليم ناقص عند الآباء فيحتاج يبعت لهم حد واحد واثنين وثلاثة واحد زي أخنوخ وصل من غير تعليم، من غير إنجيل، من غير القدوة الأصلية، المثال النموذج اللي هو زي إيه اللي كان في أخنوخ ما وجدش في الأنبا مقار عشان يحتاج الأنبا مقار حد تاني تعلم منه، والأنبا أنطونيوس يبعته الأنبا بولا عشان يتعلم منه؟ إيه اللي كان في أخنوخ خلا مش محتاج حتى إنجيل ويوصل للكمال؟ اقتروا المعلومة مش بنية إني يعيشوها، اقتروا المعلومة والتعليم، اقتروا التعليم والعشر ضربات مش بنية بقرار صادق إنه ما يعيشوها. اقتروا، بس اقتروا ايه؟ حياة ولا اقتروا معلومات؟
ايوه ايه نوع الاضطرار يعني بيقتر لكن منشطش بديهي لو كان هو اقتر الحياه اقتر روح من الله كان حصل انشقاق اقترار كلمة الله تكون بقيادة الله وبقيادة روح الله بعد الفهم والفهم يسبقه طلب الفهم. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان يقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخيه؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟